شغال اخصائي اول مكتبه في التربيه والتعليم. وبعدين المشي بالنسبه لي متعب جدا لان عندي حاله اصابه ونسبه عجز كامله، فمحتاج عربيه مجهزه. انت ساكن هنا؟ اه. عامل ايه في موضوع المجاري ده؟ بتعمله ايه؟ ماشي على الناس كلها. ابنك؟ ابني اه في الثانوي. ربنا يخليه. الله يخليك يا استاذ عمرو. ربنا يخليه. الله يخليك. خلي بالك على ابوك. انت طلباتك ايه؟ انا بتمنى من ربنا ان شاء الله تجي العربيه مجهزه. زي ما انتم شايفين رافعين علم مصر، الناس اللي هنا انتمائهم لمصر يبدو انه اقوى من انتماء ناس كتير جدا مش حاسين ومش فاهمين يعني ايه مصر. الفقراء فاهمين يعني ايه مصر، لكن يا ترى المسؤولين فاهمين يعني ايه مصر؟ العالم اهو على بلكونه واحد غلبان هنا مش لاقي الا ده. دي ميه مجاري دي؟ اه عشان مليانه ولسه العربيه وتعبان بصراحه من شيل الميه بقالنا كام سنه بالبيت ده، هو الوحيد اللي صراحه ما فيهوش ميه. بتعملي ايه؟ بنشيل على دماغنا ميه. اه بنشيل على دماغنا حضرتك اهو. بنشيل ميه يعني عندها غضروف وانا دماغي ورمت من كتر ما الميه ومعايا ثلاث بنات وعندنا ميه وانا عندنا مجاري وعايشين بصراحه عايشين يعني المجاري نشع من تحت البيت وطلع حضرتك ما فيش ميه خالص. ما فيش مجاري. عاملين اوضه هنا التفتيش بينزحوا كل 10 ايام نتيجه الترعه اللي ماشيه تحت الارض. البيوت وقعت زي ما حضراتكم شايفين والبيوت مهجوره. البيوت دي بقى لها قد ايه واقعه؟ دي بقى لها كتير، بقى لها 10 سنين. وناس جم كتير مسؤولين قلنا لهم ياخدوا مننا الكلام ويمشوا ما يسالوش فينا. كذا مره جم صوروا هنا واخر ما زونا خلاص سكتنا بقى. نعمل ايه؟ ما حد سال في حد. هنعمل ايه يعني؟ وقاعدين احنا في زباله وفي قرف وغل ولا مجاري ولا ميه ولا حاجه ابدا. وقاعدين في كل الزباله دي ومحدش سأل فيه. حضرتك استاذ عمرو الحته دي كانت على الاطفال الصغيره والعيال الصغيره بتلعب يعني في حتى المجد. البيت وقع ما فكروش ان هم يتحركوا يشيلوا الحيطه اللي وقعه؟ مفيش. حضرتك قرب شوف الحيطه هتقع على الاطفال والاطفال بيلعبوا في المجاري. والله الاطفال بيلعبوا في المجاري والبيت ده هيقع على الاطفال برضه. يعني ما ينفعش. المساكن دي فيها مجاري مظبوط؟ اه فيها مجاري. وقلنا لهم والمسافه من هنا لغايه البيت ده قد ايه؟ مفيش. اهي المجاري ورا صوره 5 متر يا جماعه. المسافه من هنا لغايه هنا 5 متر. ما نوصل لهم ماسوره مجاري؟ يا ريت والله. ما نوصل لهم ماسوره مجاري. بقى لهم 100 سنه عايشين، يعني مش هقول 10 سنين ولا حاجه، خلاص اصبحوا مستوطنين ومقيمين. هنمشيهم؟ مش هنمشيهم. يبقى نوصل لهم مجاري بدل ما البيوت عماله تقع. عيال يعني ده منظر بيت؟ انا يعني قابل كده مسؤول محترم يقول لي ده منظر بيت؟ ده كان واقع على واحد عاجز جوه يا استاذ عمرو. ده ايه؟ كان في واحد عاجز قاعد جوه هو وست كبيره والدته وقع عليه وشلناه وطلعوا خدوه. احنا مستنيين ايه؟ لما نشيل الناس دي كلها جثث والسيد المسؤولين يمشوا في الجنازه المهيبه للناس؟ يا جماعه ارحمونا، حرام عليكم. يعني ما نبقاش احنا والزمن على الناس دي. الناس دي تعبانه مش لاقيه لا تاكل ولا تشرب، كمان مش لاقيه انها تصرف. هي فين كمان؟ مش معقول. البيوت وقعت، الناس قاعده في الشارع. صوره بهدله للدكتور رئيس الوزراء. رعاياك يا دكتور في الشارع. قدمت لكم مشاكل سكان عزبة حرب في محافظة الجيزة في منطقة بولاء الدكرور. احنا منتظرين ايه؟ منتظرين الصبح لما نصحى نلاقي خبر منشور في الجرايد ان الناس دي ماتت تحت الانقاض. الحكومة منتظرة ايه؟ محافظة الجيزة منتظرة ايه عشان تنزل تحل؟ هنحل امتى المشاكل من التلوث البيئي اللي موجودة في الترعة دي اللي ريحتها في منتهى القذارة؟ هنعالج امتى البيوت اللي هتقع ديت؟ الموضوع محتاج حبه ضمير من مسؤولين قاعدين على كراسيهم.
والمسؤول اللي ما يعرفش يحل مشاكل الناس يمشي. انا قد بلغت، اللهم فشل. بشكركم جدا جدا.